يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابي قدموا. ده الفرزدق خد هشام بن الملك، يعني تقريبا بوكس، بس بوكس شعري. نحن في ساحة جميلة عند الرجل الصالح السجاد، جده علي بن أبي طالب، وجده من أمه كسرى، أمه سلافة الأميرة الجميلة التي أسرت عند الفتح الإسلامي وقدمت إلى المدينة وتزوجها الحسين، الحسين بن علي. كان نفسي من سنين طويلة لما رحت العراق أكون بشتغل مذيع وصور ما رأيت في كربلاء. رحتها مرتين في نفس الأسبوع. نحن هنا في ساحة زين العابدين أو زين العابدين. لما تقول زين العابدين يبقى على طول عمك علي. ده الأصغر لأن في أكبر. لما دخل على يزيد بن معاوية قال له من أنت؟ قال له أنا علي بن الحسين. قال لقد قتل الله علي بن الحسين. قال له كان لي أخي علي قتله الناس. قال بل قتله الله، ده يزيد. قال له إن الله يتوفى الأنفس حين موتها، أتجادلني؟ اضربوا عنقه. فتعلقت به السيدة زينب وقالت يا ابن آكلة الأكباد لو قتلت علي عليك أن تقتلني. ومستشار من اللي جنبه قال له لا مالكش دعوة بيها، دي زينب بنت علي بنت فاطمة، هتروح في داهية. فسابهم. وهذا قضاء الله. هذا هو الرجل الوحيد من أسرة الحسين علي زين العابدين. كان عيان، كان 23 سنة، ما اشتركش في الحرب، فما تقتلش، فأسر. فنسل الحسين كله من هذا العلي الكريم. وكان متجوز مين؟ فاطمة بنت الحسن. فمن هنا جت السلالة العظيمة الممتدة في كل أرجاء الأمة الإسلامية. حافظ الله علي زين العابدين. ما دخلش في القصة هو بقى خالص، ما عملش أي حاجة خالص، لكن هو له قصة كرجل عابد زاهد عظيم. أما بقى ابنه زيد فله قصة أكبر بكتير. أما كان دفن علي زين العابدين علي السجاد، كل 90% من الكتب أو 98% من الكتب بتقول أنه دفن في بقيع الغرقد، حيث اختار النبي عليه السلام مكان في المدينة ليدفن فيه الناس، ودفن فيه زوجة النبي وكل الأسماء الكبيرة وسيدنا عثمان والأسماء الكبيرة كلها عدا الصديق وعمر بن الخطاب، دفن بجوار رسول الله عليه السلام. أحب أقول لكم بقى مين هو علي زين العابدين أكتر، ومين زيد الذي يعتبر في التاريخ هو صاحب أكبر دولة إسلامية في التاريخ. صغيرة لكنها دولة استمرت من 280 هجري حتى سنة 1962. كانت يحكم شمال اليمن بالطائفة الزيدية الشيعية التي قالت ما لا يعجب الطائفة الأكبر من الشيعة. قالت أن الأفضل كان علي قطعا، لكن أبو بكر وعمر كانوا مفضلان، كانوا ناس عظماء جدا، فكونوا يحكموا مش مشكلة، بس كان يصح أن علي اللي يحكم عشان هو الأفضل، لكن كونهم يحكموا مفيش مشكلة. دي الطائفة الزيدية اللي كانت موجودة فيه وما زالت، بس ما بتحكمش في شمال اليمن
وموجودة في بعض الأماكن المتفرقة، لكنها طائفة يعني عددها قليل. علي زين العابدين السجاد ابن سلافة وابن الحسين، والحسين ابن علي وابن فاطمة سبطي رسول الله. قال ايه بقى علي؟ واعطينا ستا، واعطينا ستا وفضلنا بسبع. في المقام بقى نقول لكم الكلام ده.